هلا من فترة سمعنا عن الهدنة اللي عم يحكي عليها النظام، هي وفتح المعابر للمدنيين للخروج من إدلب، لأني عم يفتح الطرق الدولية M4 والM5 اللي عم تسمعوا عليها، الطرق التجارية، لكن للأسف ما عم يستهدف غير المدنيين. المدنيين العزل دائما بيستهدفون في أماكن عملهم، في بيوتهم. هاي المعابر لمين عم يفتحها؟ لأربعة مليون نصهم هجرهم من مدن وبلدات تانية، بده يرجعون لعنده ليعملوا مصالحات. هدول المدنيين بالأساس هن مطلوبين للنظام السوري، لأني طالبوا بالحرية، طالبوا بالكرامة. هدول المدنيين معظمهم عندهم شهداء، عم ينزل البيت فوقهم فموت نص أسرتهم، عم يفقدوا أطفالهم، عم يفقدوا آبائهم. كيف بده يرجعوا لعند النظام المجرم اللي ارتكب بحق أهلهم المجازر؟ كيف بدهم يرجعوا لعند مجرم لسه ما زال عشرات آلاف المعتقلين في سجونه؟ كيف بدهم يرجعوا لعند نظام رح يستقبلهم بالمعبر ويعرض على وسائل الإعلام انه نحن عم نستقبلكم ومأمنين لكم معيشة، وبالأساس هو غير قادر على تأمين المعيشة للمدنيين اللي عايشين بمناطقه وعم يعيشوا بأقصى الظروف، حالنا مثل حالهم؟ يعني انخفاض سعر الليرة السورية أساسا هو اللي سببها، ومع ذلك نحن إضافة معاناة فوق معاناة المواطنين اللي عم يعيشوا عنده، نحن عم نعاني بحالة ذعر ورعب يومي بسبب القصف الهمجي اللي عم يستهدف أي شيء عم يتحرك. يعني كل شيء له هدف، الطفل له هدف، الشيخ له هدف، الأم وأولادها له هدف، كلياتنا نحن هدف للنظام السوري. ونحن منا إرهابيين. بوجه رسالة أنا للأمم المتحدة، لمجلس الأمن، للاتحاد الأوروبي، لكل حدا بيوصلوا هذا الفيديو، إنه حاولوا تساعدوا هالناس.